ازيك يا شباب؟ هنشتغل سوا النهارده الاتموسفيريك بريشر. الاتموسفيريك بريشر الساينتست اللي قدر يقيسه هو تورشيلي. تورشيلي اخترع ديفايس اسمه باروميتر. الباروميتر ده هو عن طريقه قدر يحسب الاتموسفيريك بريشر. طب تعال نشوف الفكره ايه. الفكره كلها ان هو جاب تيوب. التيوب دي فيلد ويز ميركوري، مليانه كلها ميركوري زي ما انت شايف كده. طيب وبدا يعمل ايه؟ جاب تانك تاني برضو فيه ميركوري، وقام جايب التيوب دي عملها تيرن اب سايد داون كده بالشكل ده. فايه اللي حصل؟ لاحظ ان الليفل بتاع الميركوري جوز داون، في جزء من الميركوري نزل هنا. طيب والجزء ده، الجزء ده فاكيوم فاضي ما فيهوش اي حاجه، ليه؟ هنقول دلوقتي. طبعا السيرفس بيأثر عليه بي اي. طيب البوينت دي بيأثر عليها مين؟ بيأثر عليها الاير اللي هو ضغط الهواء. طب البوينت 2 طبعا اللي بيأثر عليها هو مين؟ هو الجزء ده اللي هو الميركوري. تقول لي امال هنا في ايه؟ هنا فاكيوم. يعني فاكيوم فراغ، سبيس، مفيش حاجه خالص هنا. تقول لي طب ما يمكن في اير. لا، احنا اتفقنا ان التيوب في الاول كانت كومبليتلي فيلد ويز ميركوري، فبالتالي هنا مفيش اير. ولما تقول لي طب ما ممكن يبقى في ميركوري فيبر، لا ما هو برضو في النورمال تمبريتشر مستحيل يبقى في ميركوري فيبر، لان البويلنج بوينت بتاعت الميركوري عاليه جدا. طيب يبقى احنا بنتكلم على بريشر 1 ولا بوينت 1 وبوينت 2. بريشر عند 1 هو البريشر عند 2. مين بيضغط على 1؟ اللي بيضغط على 1 هي البي اي البوينت دي. طب مين بيضغط على 2؟ الميركوري. يبقى البريشر 1 هو الاير، لكن بريشر 2 هو ميركوري. وبريشر الميركوري اللي هو رو جي اتش، طبعا قلنا ده فاكيوم فراغ، وده بيسموه تورشيلي فاكيوم، هو رو جي اتش ميركوري. طيب لما نيجي نعوض الرو 13600 جرافيتي 9.8، الاتش بتاعت الميركوري جه قاسها هنا عادي من على الباروميتر، فلقاها ان هي 76 سنتي. ده رقم ستاندرد لان هو عمل الكلام ده عند السي ليفل. طيب 0.76 متر تطلع كام؟ 1.013 باي 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير. كان الرقم ده قلناه قبل كده، الرقم ده بتاع الاتموسفيريك بريشر. طيب الباروميتر ده هنستخدمه في ايه؟ الباروميتر ده عشان نقدر نستخدمه في كذا حاجه. يعني احنا خلاص عرفنا ان احنا هنا حسبنا منه الاتموسفيريك بريشر. طب ايه تاني اللي انت ممكن تستخدمه فيه تاني؟ ان انت تقدر تعرف الهايت بتاع الماونتن او بتاع اي بيلدينج ازاي. هنا انت جبت الباروميتر عند الباتوم كده، والباروميتر ده هيجيب لك البريشر. البريشر في البريشر لور تحت هنا في الجراوند. طيب فالميركوري هنا هيبقى ليه هايت معين هسميه اتش لور، ده جوه الباروميتر. خد الباروميتر ده ويطلع فيه، اطلع بيه على التوب اوف بيلدينج بالمنظر ده. هنا هيحسب البريشر، بريشر ابر. طب هو الباروميتر بيقيس ايه؟ الباروميتر بيحسب بريشر الاير اللي هو في نفس الوقت بريشر الميركوري. ليه؟ احنا اتفقنا ان البوينت دي بيضغط عليها ميركوري والبوينت دي بيضغط عليها اير، صح كده؟ فبريشر الاير هنا عند بوينت بي هو بريشر الميركوري عند بوينت اي. نفس الكلام فوق، بريشر الميركوري عند بوينت اكس هو بريشر الميركوري عند بوينت زد. طيب هل بريشر الاير تحت زي فوق؟ لا. ليه؟ علشان اللانس بتاع الاير كولوم هنا اطول، لان هو اصلا بريشر الاير رو جي اتش اير. طب ما هو الاتش اير هنا عالي قوي، يبقى ده معناه ان بريشر الاير عالي. طب ما هو اصلا تورشيلي شغال على فكره ايه؟ ان بريشر الاير هو بريشر الميركوري. يبقى ده معناه ان لو لينس الاير كبير، يبقى لو قلنا بريشر الميركوري رو جي اتش بس ميركوري بقى، قلنا ان تورشيلي شغال على فكره. ايه الفكره؟ انه بيساوي بريشر الاير في بريشر الميركوري. طيب لو هو هايت الاير كبير، يبقى بريشر الاير كبيره. طب لو هايت الميركوري، يبقى لازم تبقى كبيره عشان بريشر الميركوري يبقى برضو كبير. يبقى لو انت عندك هنا لينس الاير كبير، يبقى لازم هايت الميركوري هو كمان كبير. طب هنا لو لينس اير قليل، يبقى لازم هايت الميركوري هو كمان قليل. يبقى ده معناه ان الاتش لور هتبقى اصلا دايما مور ذان اتش ابر. لازم الاتش لور تبقى اكبر من الاتش ابر. طيب لو جينا عملنا مثلا بريشر لور ده ماينس البريشر ابر، تفتكر هيدينا ايه؟ هيفتكر هيدينا البريشر بتاع الجزء اللي فاضل اللي هو بريشر الاير. فلو جينا عملنا كده، بريشر لور هو طبعا رو جي اتش لور. طيب بريشر الابر هو رو جي اتش ابر برضو.
طب تعالى نعمل pressure lower minus pressure upper، يدينا ايه؟ يدينا pressure الاير. طيب هل pressure الاير عبارة عن ايه؟ رو جي اتش اير. ونبدأ نعوض اللور ماينس الابر عادي، بس انا خليت دي رو اير جي اتش الاير. اتش الاير هنا الجزء ده كده هي اتش البيلدنج، اتش الاير هي نفسها اتش بتاعت البيلدنج. طيب تعال نعوض، نفك البي لور ونفك البي ابر منين؟ من الرولز اللي هنا دي، فيدينا الرو اير جي اتش بيلدنج عادي. طيب لما تيجي ناخد نطير الجي مع الجي والجي كلهم طاروا مع بعض، يفضل ايه؟ يفضل هنا رو اتش جي خدناها كومن فاكتور، ويفضل هنا اتش لور ماينس اتش ابر يكوال رو اير اتش بيلدنج. يبقى ده الرول اللي انت هتشتغل بيه، الرول بالشكل ده او بالشكل ده. لو الابر واللور موجودين جاهزين استخدم الرول ده، طب لو الابر واللور مش جاهزين استخدم الرول ده، بس هتحسب اللور الاول والابر الايه الاول. طيب هنا بقى هو ممكن يدينا ايه؟ يدينا رول اير فانا اجيب منها اتش البيلدنج، او يدينا اتش البيلدنج فانا اجيب منها رول اير، يعني دي او دي. طيب تعال نشوف مساله على الجزء ده. قالي مساله ايه؟ بيقول لي ذا ريدنجز اوف بارامتر اور 76 سنتيمتر اتش جي ات ذا بوتوم اوف ماونتن. يبقى ده معناه ان الاتش بوتوم او الاتش لور سميها زي ما انت عايز، بوتوم او لور ب 76. طيب و 75 ات اتش توب، يبقى الاتش عند التوب اللي هي الابر زي ما قلنا هي 75. هات لي الهايت بتاع الماونتن، فايند ذا هايت اوف ماونتن، واديني الدنس بتاعت الاير، الدنس بتاعت الميركوري. طيب ازاي نجيب هايت الماونتن وانا معايا رول اير، معايا كمان رول ميركوري عادي، الرول اللي احنا سائلين رو ميركوري اتش لور ماينس اتش ابر يكوال رو اير اتش بيلدنج. وابدا اهو، واخدت بالك بس انا حولت دي من سنتيمتر لمتر هنا، قلتها باي 10 باور نيجاتيف 2. ليه؟ لان انت ساعتها هتطلع هايت البيلدنج بايه؟ بالمتر. طب لو كانوا دول سنتي كان هيطلع ساعتها هايت البيلدنج بالسنتي، فانت براحتك خليها سنتي خليها متر، اللي يحكم برضه في الاخر التشويسز هو عايزها بالسنتي ولا عايزها بالمتر. تمام؟ طيب شوية نوتس هنا مهمة كده، نحن ليه تحديدا بنستخدم الميركوري كبارامتريك سبستنس؟ طبعا لأن الدنسي بتاعت الميركوري هاي، دنسي الميركوري عالية، فبالتالي اللينس بتاعه هيبقى سيتبل لللينس بتاع البارامتر اللي هي 0.76 متر اللي هي 76 سنتي. عكس مثلا لو انت جيت استخدمت ووتر، على فكرة التيوب دي كانت كام؟ كانت طولها 1 متر. انت لو جيت استخدمت ووتر هيبقى هايت الووتر هنا اللي هو 10.3 متر بس. تعال نشوف ليه. لو انا استخدمت ووتر، ما هو بريشر الاير تورشيلي حسبه خلاص 1.013 باي 10 باور 5، رول الووتر عندنا، جرافيتي عندنا، نجيب اتش الووتر. لما تيجي تحسب اتش الووتر هنا تطلع 10.33 متر، طبعا رقم كبير قوي. يعني لو هايت الووتر 10.33، ليه هايت الووتر كبير كده؟ لان الهايت انفرس مع الدنسيتي، الدرو اوف ووتر طبعا قليله قوي، فبالتالي الهايت بيبقى كبير اللي هو 10.33. ده معناه ان انت محتاج تيوب جوه البارامتر مور ذان 10 متر او جريتر ذان 10 متر، وده الحقيقه يعني تيوب كبيره قوي، يعني صعب ان احنا نعمل ديفايس بالشكل ده. لكن لما انت تستخدم ميركوري الرو، احنا اتفقنا ان الرو انفرس مع الهايت، رو الميركوري كبيره قوي، فالهايت بتاع ميركوري هيبقى قليل اللي هو 76 سنتي، هيبقى الموضوع كويس. طيب غير كده كمان ايه؟ ان نو ميركوري فيبر في النورمال تمبريتشر، فنو فاكيوم او نو بريشر ان تورشيلي فاكيوم. هنا فاكيوم، الجزء ده هنا كده، هنا في فاكيوم فراغ، فبالتالي البريشر هنا ات بوينت A هو الاير، والبريشر ات بوينت B هو ميركوري. طب والسبيس ده والفاكيوم مفيش حاجه. عكس مثلا لو هنا بقى، لو قلنا البوينت دي اسمها ايه؟ مين بيضغط عليها؟ اير. لكن لو البوينت دي بي، مين بيضغط عليها؟ هنا ممكن يبقى في ووتر فيبر، وكمان هنا في ووتر، يبقى كده الموضوع اختلف، ان النقطة ايه بيضغط عليها اير، لكن النقطة بيضغط عليها ووتر وفيبر، فانا بقى اضطر احسب بريشر الووتر بلس بريشر الفيبر. لكن انا لو شغال على ميركوري، بريشر الاير هو بريشر الميركوري بس، لان البارت ده فاكيوم مفيهوش حاجة. طيب الريدنج بتاعت البارومتر doesn't depend on ايه؟ ما بتعتمدش على ايه؟
كذا حاجة بقى. أول حاجة اللينث اوف تيوب، هو خلي بالك أنت جبت تيوب أطول من 1 متر، جبت تيوب كبيرة جدا مش فارقة. ليه؟ لأن كده كده ال H واحدة هنا بالشكل ده، كده ال H كلها كام؟ 76 سنتيمتر HG. طيب الفوليوم بتاع التورشيلي فاكيوم، هو الفوليوم بتاع الفاكيوم بيختلف على حسب فوليوم التيوب أو على حسب لينث التيوب، لكن في الآخر الهايت 76 مش هتأثر. The length of submerged part of the tube under mercury surface، يعني انت حاطط التيوب دي عاملاها submerged جوه الليكويد بدرجة قد ايه؟ يعني لما تبص كده هنا التيوب submerged اكتر من التيوب دي، اكتر من التيوب دي. هل فرقت في الاتش بتاعت الميركوري بره؟ ما فرقتش، كده كده الهايت 76. طب ايه الفاكتور كمان اللي ما بيأثرش في الريدنج بتاعت الباراميتر؟ هو الاريا اوف تيوب. مش هتفرق الاريا، ما هو اللي هنا الاريا كبيره في التيوب دي، هنا الاريا صغيره، فرق واضح، لكن مش فارقه، كده كده هايت الميركوري 76. طيب الهايت بتاع الميركوري هنا في الباراميتر ديبندز على ايه؟ يعتمد على ايه؟ يعتمد على الدنسيتي بس. يعني الهايت بتاع الميركوري ريدنج اوف باراميتر اقصد بيها هايت اوف ميركوري دازنت ديبند على الاربع حاجات دول. طب هو ديبندز على ايه؟ ديبندز على الدنسيتي بتاعه الميركوري. طب ايه الفاكتورز اللي افكتنج الاتموسفيريك بريشر؟ في حاجات كده بتاثر على الاتموسفيريك بريشر. نمسك حاجه هجيبها كده ونشوف الدنيا ايه. طبعا بريشر الاير هو الرو الاير في الجرافيتي في اتش الاير. طيب ايه العلاقه بين البريشر والجرافيتي؟ دايركت. بريشر الاير دايركت مع الجرافيتي. حلو، فلو الجرافيتي زادت البريشر الاير زاد. بس طبعا الافكت بتاع الجرافيتي ده بيظهر في البيج هايتس، يعني لو انا طلعت على مبنى عالي قوي او جبل عالي قوي ساعتها الجرافيتي تقل من 10 مثلا ل 9.8، فساعتها بريشر الاير يقل. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، يبقى اول حاجه الجرافيتي، تاني حاجه ايه؟ التمبريتشر. ليه؟ علشان لو التمبريتشر بتاعت الجاز انكريزز، وهو المولكيولز بتاعت الجاز تبدا تاخد انرجي فتبدا تتحرك بسرعه فتبدا تبعد عن بعض، فكده الفوليوم زاد. طب احنا قلنا قبل كده ان الرو يكون الماس اوفر فوليوم. لو الماس دي كونستانت يبقى ايه الريليشن بين الرو والفوليوم؟ انفرس، يعني لو الفوليوم انكريزز تبقى الرو ديكريزز، يبقى الرو هنا ديكريزز. الرو بتاعت مين؟ بتاعت الاير. طب ما هو البريشر اصلا ايكوال رو اير جي اتش اير، يبقى ايه الريليشن بين الرو الاير وبريشر الاير؟ هما كده الاثنين دايركت، يبقى كده بريشر الاير انكريزز. يبقى لما نبص هنا كده عندي تمبريتشر انكريزز، البريشر انكريزز، البريشر سوري ديكريزز، شايف ان يعملها انكريزز ديكريزز طبعا. ليه؟ لان الرول اير دايركت مع بريشر الاير، فلو الرول اير ديكريزز يبقى بريشر الاير هو كمان ديكريز. طيب يبقى ايه الريليشن بين بريشر الاير والتمبريتشر؟ انفرس، هما انفرس هما عكس بعض. طيب الفاكتور التالت الهايت فروم سي ليفل، يعني ركز بقى في الحته دي، ادي سي ليفل وادي الماونتن، وانت سعادتك جيت وقفت هنا وبرضه جيت وقفت هنا. لو جينا هنا كده كده ده هايت الاير، وهنا برضه هايت الاير. هنا عند السي ليفل هايت الاير طبعا مور، فالهايت الاير دايركت مع بريشر الاير، يبقى بريشر الاير مور. طيب فوق وانت على الماونتن هنا هايت الاير لس، فبالتالي بريشر الاير هو كمان لس. طيب هنا بقى، هنا انت الديستانس بينك وبين السي ليفل اكبر من الحاله دي طبعا، يعني انت هنا اصلا عند السي ليفل لكن انت هنا فوق على الماونتن، يبقى هنا الهايت فروم سي ليفل increases، لكن هنا ال height from sea level decreases. نقول تاني، هنا ال height from sea level increases، هنا ال height from sea level decreases. يبقى كده ليه ال height هنا from sea level increases؟ علشان انت وانت واقف بعيد عن الماونتن كده. طيب لما نركز بقى كده، هنا الهايت فروم سي ليفل انكريزز، هنا البريشر ديكريزز، يبقى عكس بعض.
هنا ال height from sea level decreases هنا ال pressure increases يبقى ما برضو عكس بعض. فاحنا ممكن نلخص دي في ايه؟ ان pressure ال air direct مع h ال air inverse مع ال height from sea level. pressure ال air direct مع height ال air inverse مع ال height from sea level. فلو ال height from sea level increases يبقى ده معناه ان height ال air decreases وكمان pressure ال air decreases. لو جينا نشوف مسألة زي دي كده هو يقول لي هنا هات لي البريشر بتاع الاتموسفير. طيب ازاي نجيب الاتموسفيريك بريشر؟ طبعا هو مدينا رول ميركوري والجرافيتي. تمام لو جينا البوينت دي، البوينت دي مين بيضغط عليها؟ ميركوري. لكن البوينت دي مين بيضغط عليها؟ اير. فالهنا بريشر الاير ايكوال بريشر ميركوري عشان هما على نفس الليفل. قلنا المرة اللي فاتت ان ده تحتين ميركوري ده تحتين ميركوري يبقى النقطتين دول نفس البريشر. طيب ايكونوم بريشر ميركوري رو جي اتش او كده. بس في حاجه مهمه، انت بتاخد اتش اني اتش بتاخد الفيرتيكال هايت. طب هل انا عندي هنا الفيرتيكال هايت؟ لا ما عنديش. هي الاتش هنا انكلايند مايله. يبقى نعمل ايه؟ نعمل ريزولوشن، هنخلي دي اتش كوزاين الثيتا ودي الثيتا، ونعمل كده اتش ساين الثيتا. فلما اجي احسب اخد دي، اخد الفيرتيكال ل اتش ساين ثيتا، فالرول هيتعدل هيبقى اتش ساين ثيتا مش اتش بس. طيب انت رو ميركوري عندك 13600، الجرافيتي كمان عندك 9.8 ملتبلاي الاتش، يبقى احنا كده عوضنا الاتش 144، بس هي ايه؟ سنتي. يبقى لازم تعملها باي 10 باور نيجاتيف 2. طيب ملتبلاي ساين ثيتا اللي هي ال 30. ليه حولنا السنتيمتر لمتر؟ عشان انت في الاخر هتعملها نيوتن بير متر سكوير وشوف هتطلع كام. نيجي للجزء المهم التاني ده، الميجرنج يونت بتاعت الاتموسفيريك بريشر. احنا الحقيقه عندنا كذا يونت. اول حاجه ان الراجل باسكال قال لنا ان اليونت اللي هي نيوتن بير متر سكوير دي سماها على اسمه باسكال. طب مين اللي حسب الرقم ده؟ ده تورشيلي اللي عمل اليونت باسكال، لكن اللي حسب الاتموسفيريك بريشر بالفاليو دي ده تورشيلي. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك ان احنا هنعتبر ان الفاليو دي بالنيوتن بير متر سكوير هي بالنسبه لنا 1 اي ام. بس كل الكلام ده فين؟ عند السي ليفل. طيب قال لك ايه؟ نساوي بقى، ركز كده، هنعمل هنا ايه؟ هنزل 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير تحت زي ما انت شايف كده، اشيلها اكتب بدلها باور. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير، 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير لما اشيلها واكتب بدلها باور يبقى هي قد البار. يعني ده معناه ان 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير هي قد واحد بار بس، ونكتب الرقم زي ما هو 1.013. طيب تورشيلي قال ايه؟ تورشيلي قال ان احنا ممكن نعبر عن الهايت بتاع الميركوري كاتموسفيريك بريشر. ليه؟ لان هو البارومتر في ميركوري بس. فده معناه ان انا ينفع استخدم الهايت بتاع الميركوري كفاليو للاتموسفيريك بريشر 0.76 متر. ودي كانت حاجه غريبه في الاول، ازاي نستخدم الهايت كفاليو للبريشر؟ قال لك ما هو انا البارومتر ده هو في ميركوري بس، ما بستخدمش حاجه غير الميركوري. يبقى ده معناه ان انا اقدر اتعامل مع الهايت بتاع الميركوري كفاليو للاتموسفيريك بريشر. طب لو حولتها لسنتي تبقى 76، لو حولتها لملي تبقى 760. طب لو جينا نزلنا ملي متر اتش جي دي كده بص وخليها تر، يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان واحده ملي متر اتش جي هي واحده تر. طيب 760 تر هي 760 ملي متر اتش جي. الفاليوز دي لازم انت تبقى عارفها عشان هنستخدمها دلوقتي في التحويل، ازاي نحول من يونت ليونت. تعال نشوف. دي الفاليوز اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي بتاعت الاتموسفيريك بريشر. طيب ازاي نحول بقى؟ ازاي نعمل كونفرجن؟ عشان تعمل كونفرجن خد الكوانتيتي اللي عندك ملتبلاي النيو يونت اوفر الاولد يونت. ملتبلاي النيو يونت اوفر الاولد يونت يعني ايه؟ مثلا عندك 3 بار يطلع كام باسكال؟ الباسكال دي اللي هي ايه؟ اللي هي نيوتن بير متر سكوير. طيب تعال نعوض كده 3 ملتبلاي
طيب مين النيو يونت؟ ما هي انت وانت بتيجي تحل دي بالنسبه لك الاولد يونت، دي بالنسبه لك الكوانتيتي، ودي بالنسبه لك النيو يونت. فلما تيجي تحاول تاخد الكوانتيتي اللي هي ب 3 ملتبلاي اليونت الجديده النيو على اليونت الاولد، طب النيو اللي هي نيوتن بير متر سكوير قصادها كام؟ 1.013. يبقى تكتب الرقم ده. طب الاولد اللي هي بار، طب البار هنا قصادها كام؟ البار قصادها 1.013. تكتب الرقم ده يطلع معاك 3/10^5 نيوتن او باسكال يعني. طيب لو جينا سؤال تاني، 70 سنتيمتر اتش جي، دي الكوانتيتي، دي الاولد يونت، دي النيو يونت. طب تعال نحاول كده، هنعمل 70 ملتبلاي النيو يونت اللي هي تور، طب ما هو التور ده فين؟ 760، فكتبت هنا 760 اوفر الاولد يونت، الاولد يونت اللي هي مين؟ اللي هي سنتيمتر، سنتيمتر اتش جي، يبقى 76. لما تيجي تحسبها تطلع 700 تور.